السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. اليوم لدينا سؤال، وهو ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ نذكره مع المنجد في كتابة 40 في عظمة رب العالمين. يقول: الفرق بين الحمد والشكر، أما أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، ويكون باللسان والقلب. فالله تعالى هو المحمود على أسمائه وصفاته وعلى نعمه وأياديه وعلى خلقه وأفعاله وعلى أمره وحكمه، وهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أما الشكر فلا يكون إلا على الصفات المتعدية، ويكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالحمد يكون في مقابل نعمة ويكون بدونها. فالحمد لله مثلا على سمعه على ما رزقنا من السمع، والحمد لله على كماله أو على قوته. والشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، يعني الشكر لله عز وجل على أن رزقنا كذا أو وهبنا كذا. يقول: والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة المتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول والقلب. فالشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والقلب، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. فلا يقال شكرنا الله على حياته، أن الرجل حي يعني، وعلمه وسمعه وبصره، لكنه المحمود عليه. يعني نقول: نحمد الله عز وجل على حياته وعلمه كذا، كما هو محمود على إحسانه وعدله. ولا تقول: شكرت فلانا لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلي. فالله تعالى مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ما قال الشكر قال الحمد، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، والله أعلم.